زين الله تعالى الجنة لعباده، فهي أجمل ما رأته الأعين وأهنأ ما تسكن إليه النفوس، حيث غرس الله تعالى غرسها بيده وجعلها مستقرا لأوليائه فضلا ورحمة منه، وملأها بالخير والرحمات والحب والسعادة، وكفى أهلها المرض والهم والبلاء، حتى إنهم لا يتغوطون ولا يتبولون، وأرضها من المسك والزعفران، وسقفها من فوق المؤمنين هو عرش الرحمن، وحصاها من اللؤلؤ والجواهر، كما أنها بنيت بلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وثمر شجرها كبير الحجم وألين من الزبد وأحلى من العسل، وفيها أنهار تجري بعضها من العسل وبعضها من اللبن وبعضها الآخر من الخمر الطيب، وطعام أهلها الفواكه ولحوم الطير التي تشتهى كل حين، وشرابهم الزنجبيل والتسنيم والكافور، وسيقان شجرها من الفضة والذهب، والراكب السريع يسير في ظل شجرها 100 عام، ووجوه أهل الجنة كالقمر ليلة البدر، ويطوف بينهم غلمانهم ويكون كاللؤلؤ المكنون، وزوجات رجال الجنة وصفن بالكواعب الأتراب، ويرى ما في عروق النساء مما يدل على شدة جمالها، ولو أن تطلع على أهل الأرض لملأتهم ريحا من ريحها، وقد تطهرن نساء الجنة من الحيض والنفاس والولادة والغائط والمخاط والبصاق ومن كل عيب قد يلحق الإنسان في الدنيا. أعظم نعيم الجنة. إن أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر لوجه الله تعالى، حيث ورد في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجوه أهل الجنة تبتهج عندما تنظر إلى وجه ربها عز وجل، وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال البعض في تفسير الآية الكريمة: إن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، فالله تعالى في الجنة يستزير عباده المؤمنين وينادي فيهم مناد لزيارة الله تعالى فيلبون النداء، فتنصب لهم منابر من نور وزبرجد وذهب وفضة ليجلسوا عليها، ثم يسمعون صوت ربهم وهو مقبل عليهم، فينكشف الحجاب عن وجهه الكريم فيرونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ذلك: عندما يدخل المؤمنون الجنة ويهنؤون بنعيمها، يناديهم ربهم: أن هل تريدون شيئا آخر؟ فيرد المؤمنون: أن لا يريدون شيئا أكثر من هذا النعيم، فقد بيض الله وجوههم وأدخلهم جناته. فيكشف الله تعالى الحجاب عن وجهه الكريم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وكما تكلم العلماء قديما وحديثا عن اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة فيما بينهم، فمن العلماء من قال إنهم يتكلمون باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم التي شرفها الله تعالى لذلك، وبسبب أن هذه الأمة هي الأمة صاحبة الرسالة الخاتمة فهي غالبة على الأمم حتى بلغتها. ويستند أصحاب هذا القول على حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الطبراني في مسنده: أحب العرب لثلاثة لأني النبي العربي،
وإن القرآن عربي ولسان أهل الجنة عربية. ومن العلماء من قال إن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، ولغة أهل النار هي اللغة الفارسية. والحقيقة إن كلا الرأيين لا يصحان وليس لهما شواهد وأدلة قطعية، وإنما هي مجرد استدلالات واستنتاجات لا ترقى إلى درجة اليقين، فضلا عن أن المسلم مأمور بعدم التكلف في السؤال عن أمور لا تهمه في حياته، ومنها السؤال عن لغة أهل الجنة. وروى الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاثة، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربية. وهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال الذهبي: أظن الحديث موضوعا، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاثة، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.